بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من الاستوديو التحليلي. والنهاردة إن شاء الله هيكون لقاء الأهلي والجونة. قبل ما نروح ماتش النهاردة تعالوا أقول لحضرتكم تشكيل النادي الأهلي وبعدين نتكلم في موضوع النهاردة. تشكيل النادي الأهلي مع حضراتكم: محمد الشناوي لحراسة المرمى، ناحية اليمين أحمد رمضان، ناحية الشمال أحمد نبيل كوكا، الاثنين اللي في القلب قلبي الدفاع سعد سمير ورامي ربيعه، اثنين وسط دفاعي اكرم توفيق واليو ديانج، قدامهم وسط امامي ثلاثه هيبقى كهربا وحسين الشحات على الاطراف، وفي وسطهم ناصر ماهر، وقدام محمد شريف. نقوله مره ثانيه: الشناوي لحراسه المرمى، احمد رمضان ناحيه اليمين، احمد نبيل كوكا ناحيه الشمال، سعد سمير ورامي ربيعه اثنين قلبي دفاع، اثنين وسط دفاعي اكرم توفيق واليو ديانج، ثلاثه وسط امامي كهربا وحسين شحات على الاطراف، في وسطهم ناصر ماهر، وقدام مهاجم وحيد محمد شريف بالتوفيق ان شاء الله. قبل بقى ما نتكلم عن ماتش النهارده، بكره باذن الله يوم تاريخي في حياه كل اهلاوي بشكل خاص. هتقول لي ليه؟ اولا هو بشكل خاص حاجه تخص النادي الاهلي، الرياضة المصرية كشكل عام، ولكن بكرة بداية انطلاق الحلم الأهلاوي. بكرة إن شاء الله وضع حجر الأساس في استاد الأهلي حلم كل أهلاوي صغير أو كبير. إحنا لينا الشرف إن الاستاد ده فعلا حاجة فخمة تليق بنادي القرن، بالنادي الأهلي العظيم. استاد هيكون فخامة ورقي بيعبر عن فعلا كبير القارة الأفريقية، بيعبر عن النادي اللي بينافس على كل بطولة بيشارك فيها، بيعبر عن نادي صاحب الأرقام القياسية. فعلا من حق كل أهلاوي أن يفتخر بانتمائه للنادي الأهلي الكبير اللي فعلا رائد في كل شيء، مش بالكلام، لا بالفعل. الأهلي سباق في كافة المشروعات سواء جديدة أو حتى اللي من فترة، من زمن، له الرياده والسبق في كافه المجالات، في كافه المجالات، انشاءات، اداره، مشاريع. مشروع استاد الاهلي حلم كان بيراودنا كلنا، ولكن بكره ان شاء الله الحلم الحقيقه هتبقى بكره ان شاء الله، بدايه الحلم هتتحقق بكره ان شاء الله. فاكرين حضراتكم كلمه الكابتن محمود الخطيب في افتتاح استاد الاهلي الجديد اللي هو الاهلي وي السلام، لما قال ان احنا وجمهور واعضاء النادي الاهلي بقول لهم بس ان استاد الاهلي بمدينه السلام ده مجرد خطوه واحده بس، خطوه دي بدايه، لكن عمر النادي الاهلي ما هيتخلى عن حلمه، حلمه ان يكون له استاد خاص بيه، بيت هيلعب عليه ماتشاته، وده قريب ان شاء الله. الكلام ده كابتن محمود الخطيب قاله ما كملناش خمس ست شهور، والحمد لله وعد، وعد بالكلام اللي قاله، الكلام اللي قاله ما كملناش عليه ست شهور بقول لحضراتكم، والحمد لله رب العالمين. بكره الحلم هيتحقق ويبقى حقيقه، بدايه الحلم بكره هتتحقق وتبقى حقيقه. استاد لنادي الوطنيه، نادي القرن، بيعبر عن فخر الاهلاويه لانهم عارفين قد ايه ناديهم وطني، ناديهم صاحب المبادئ والقيم. كابتن خطيب كشف طبعا في اليومين اللي فاتوا او الفتره اللي فاتت عن التعاون اللامحدود اللي لقاه من المسؤولين والمؤسسات الوطنيه بالدوله، وكمان بدا واضح جدا ان عندهم اهتمام جدا بالمساعده، بمساعده النادي الاهلي، وان هم يدوا له الدعم علشان يخش على حلم كل اهلاوي ويبتدي ينفذه. وزي ما احنا عارفين، زي ما احنا عارفين ان الرياضه المصريه ليها السبق في كل حاجه تخص رياضه، سياسه، ثقافه، كل حاجه، كل حاجه. الاداره المصريه بتعمل كل حاجه على جميع المستويات بحيث انها توفر كل حاجه للشعب. فحلم النادي الاهلي شكر فيه الكابتن خطيب طبعا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،
والقادة السياسيين واللي كانوا وراء تنفيذ الحلم دوت. طبعا حلم ان شاء الله بكره باذن الله كلنا متابعينه، وكل اهلاوي من حقه يفتخر بانتمائه للنادي الاهلي. طبعا دلوقتي نتكلم على قرعه دوره بطوله افريقيا لدور الثمانيه، واللي وصل فيها من مصر بس النادي الاهلي. طبعا هي اتعملت النهارده واسفرت عن مواجهه النادي الاهلي مع سان داونز الجنوب الافريقي. انا عن نفسي مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد كده، انما انا كنت اتمنى ان احنا نقابل سان داونز. كنت اتمنى، كنت طبعا طالما وصلت دور الثمانيه تلعب اي حد مفيش مشكله، احنا اتفقنا على الكلام ده قبل كده. ولكن كنت اتمنى ان انا اقابل سان داونز دلوقتي. والحمد لله اتحقق، يعني ان شاء الله باذن الله تكون فتحه خير. اقول لكم سان داونز ده احنا يمكن سنتين ورا بعض لعبناهم، سنه خسرنا منهم، السنه اللي فاتت لما كسبناهم خدنا البطوله. ممكن يكون ده فال خير ان شاء الله رب العالمين. هيبقى ماتش الذهاب هنا يوم 14 او 15 مايو، والعوده ان شاء الله هتبقى 21 او 22 مايو في جنوب افريقيا. دي قرعه النادي الاهلي اللي كانت موجوده النهارده. هنكمل كلامنا، بس الاول تعالوا بينا نروح لمراسلنا الاعزاء في ملعب المباراه ونشوف اخر الاجواء عندهم ايه. معانا فاروق صلاح وكريم احمد. مساء الخير يا فاروق. كل التحيه ليك يا كابتن ايمن، كل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من استاد الاهلي والسلام. وواحده من مؤجلات الاسبوع السادس عشر هي مواجهه فريق النادي الاهلي مع فريق الجونه. مباراه طبعا صعبه جدا وفي محطه من المحطات المهمه جدا لفريق النادي الاهلي يا كابتن ايمن، في ظل يعني ضغط المباريات وتلاحم وظروف صعبه جدا بيعيشها فريق النادي الاهلي. كل يومين بتلعب مباراه، وبالتالي مستر بيتسو موسيماني بيلجا لعمليه الروتيشن والتدوير اللي بيعمله ما بين اللاعبين. بنشوف النهارده زي ما حضرتك استعرضت التشكيل بيدي الفرصه لناصر ماهر من بدايه اللقاء يعني على حساب مجدي قفشه، وايضا اكرم توفيق وديانج بدلا من السوليه. زي ما حضرتك استعرضت التشكيل وقلت التشكيل، يعني لو حطينا الجمهور اكتر في ظروف النادي الاهلي، مران واحد بس يا كابتن ايمن اللي اداه فريق النادي الاهلي، وكان بالامس على استاد مختار التتش في حضور الكابتن محمود الخطيب. عارف يعني نظرا لضيق الوقت جدا، مفيش وقت انت تشتغل على احمال او تشتغل على جوانب فنيه او جوانب خططيه، بيبقى في اضيق الحدود جدا بتحاول تشتغل على بعض الكرات الثابته او الجمل الفنيه. ولكن مستر بيتسو موسيماني بيبقى حريص ان هو يعيدها اكتر من مره، يعني بيحاول ان هو يتجنب ويدي الفرصه لكل اللاعبين، وايضا وجود مجموعه من اللاعبين الناشئين. ايضا النهارده بقى التفاصيل اليوم وكواليس اليوم في فندق الاقامه، طبعا كان الحدث الاهم طبعا هو قرعه دوري الابطال. وزي ما حضرتك استعرضت طبعا اللعيبه لم تتطرق للحديث عن القرعه كابتن ايمن، اللعيبه مركزه تماما في مباراه الجونه. ايضا الفريق والجهاز الفني عايز يمشي واخد الخطوات خطوه بخطوه، ناخد الجونه ثم غزل المحله ثم الاتحاد ثم الزمالك. ولكن يعني مستر بيتسو موسيماني او يعني بعض افراد الجهاز الفني قال لك احنا النادي الاهلي ما كانش فارق معانا هنلاعب الترجي او هنلاعب الوداد او هنلاعب فريق سان داونز، ان شاء الله احنا بندافع عن بطوله افريقيا، بندافع عن بطوله الدوري وعن كاس مصر. النهارده ايضا طاقم تحكيم لهذا اللقاء بقياده محمد عادل حكم الساحه، بيعاونوا شريف عبد الله ومحمد عزازي الحكم الرابع، محمد فاروق اثنين لتقنيه الفيديو، صبحي العمراوي وحماده القلاوي. انا موجود معاك يا كابتن ايمن لو في اي استفسار او اي تساؤل. شكرا جزيلا الزميل العزيز فاروق صلاح. معانا كريم احمد. مساء الخير يا كريم. اهلا بيك طبعا كابتن الكبير كابتن ايمن شوقي، كل التحيه ليك والكابتن طبعا كل جمهور النادي الاهلي. تحدي جديد في ظل ضغط رهيب الحقيقه للمباريات لفريق النادي الاهلي، الاهلي والجونه هنا طبعا على استاد الاهلي ويا سلام. يا رب ان شاء الله باذن الله كل التمنيات لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه مع الضغط والاجهاد الكبير، لكن خلاص هو قضاء وقدر كل المباريات، لابد يكون في جاهزيه تامه لكل اللاعبين، فان شاء الله النهارده يكون اليوم موفق للاعبي النادي الاهلي. يمكن الجو عايز ابدا معاك يا كابتن ايمن، شفنا طبعا صباحا كان في درجه حراره قاسيه وكان قويه جدا، لكن الحقيقه في هذه التوقيت يعني الجو مميز جدا، ان شاء الله يكون اشاره لاداء مباراه مميزه لفريق النادي الاهلي. يمكن زي ما زميلي فاروق صلاح طبعا اتكلم على الكواليس الخاصه ومعلومات فريق النادي الاهلي، اكلمك طبعا على الاستعدادات الخاصه لنادي الجونه تحت القياده الفنيه طبعا للكابتن رضا شحاته، اللي اتكلم على نقطه مهمه جدا طبعا مع التحضير الفني. يمكن حفز اللاعبين واكد على نقطه مهمه جدا هو استغلال حاله الاجهاد اللي فيه لعيبه النادي الاهلي. يمكن طبعا ده اكيد حق مشروع طبعا لكل المديرين الفنيين اللي بتقابل فريق النادي الاهلي،
ولكن اكيد الكل هيشتغل على هذا الامر، وده امر اكيد هيبقى مؤثر بشكل كبير لعيبه النادي الاهلي. الغيابات والاصابات كبيره الفتره اللي فاتت، لكن مع التحضير الجيد مع بيتسو موسيماني ولعيبه النادي الاهلي وشخصيه كل لاعب اللي بنشوفها في كل المباريات بتخلينا عندنا طمانينه شويه. لكن اكيد حق مشروع للكابتن رضا شحاته طبعا وكل لعيبه النادي الاهلي يكون في طمع بلغه الكوره في هذه المباراه مع خساره في كاس مصر الاخيره وخروجهم امام اسوان، لكن ان شاء الله باذن الله المباراه تكون جيده، بيتسو موسيماني يكون قارئ المباراه بشكل جيد جدا. كمان يمكن تعرف في كوكبه كبيره من نجوم النادي الاهلي كانت متواجده في صفوف فريق النادي الاهلي من نادي الجونه، فان شاء الله نشوف مباراه جيده للفريقين. لكن اكيد كل التمنيات في البدايه والنهايه تكون لفريق النادي الاهلي والحصول على ثلاث نقاط يساعد النادي الاهلي بشكل كبير جدا جدا في الوصول الى القمه ومنها الحفاظ على لقب بطوله الدوري العام. دي كانت ابرز الكواليس يا كابتن ايمن حتى هذه اللحظه في استاد الاهلي والسلام، لكن هنكون مستمرين معاك لحظه بلحظه عقب انتهاء المباراه، وان شاء الله نبارك لفريق النادي الاهلي على فوزه على فريق الجونه. عوده ليك من جديد والكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزملاء الاعزاء فاروق صلاح وكريم احمد. عموما بعيدا زي ما كنا بنتكلم عن مواجهه سان داونز، بعيدا عن اي مواجهه، الاهلي ان شاء الله ان شاء الله جاهز لاي مباراه واي منافس. احنا بس كل اللي نتمناه الابتعاد عن الاصابات والتوفيق من عند ربنا. لو حضراتكم بقى بمناسبه الاصابات والغيابات وضغط المباريات، احنا كنا بنتكلم على 3 4 ماتشات ورا بعض الاسبوعين دول، الاول كانوا 9 ماتشات لعبنا منهم 5 ناقص 4 ومنهم محافظات، يعني اروح اسكندريه وبعدين اطلع اروح المحله وبعدين اطلع على اسكندريه وبعدين ارجع القاهره وبعدين ارجع ماشي. اتحاد الكوره نزل لنا بقيه الجدول لحد سبتمبر ان شاء الله. لو اقل ما يوصف بيه اقل ما يوصف بيه الجدول ان هو كارثي كارثي. حضراتكم شايفين التسع ماتشات اللي احنا خدناهم ورا بعض دول كل 3 ايام ماتش، هو يومين والتالت يومين والتالت هو لحد سبتمبر. انا عايز افهم هو اتحاد الكوره عايز مننا ايه؟ يعني عايز توقعنا؟ ده احنا حتى الماتشات اللي بره الخارجيه النادي الاهلي هو ممثل مصر الوحيد. يعني انت عامل حتى مش عامل حساب للحته دي خالص. طيب الاجهاد سعادتك اللي هيصيب لعيبه النادي الاهلي اللي هم اصلا نصهم اساسيين في منتخب مصر، دول هيروحوا منتخب مصر يلعبوا ازاي؟ ده يعني ان شاء الله يكملوا وربنا يبعد عنهم الاصابات. يعني هداخل على تصفيات كاس العالم 2022 اللي نص الفرقه من النادي الاهلي هتبدا في شهر 6 اللي جاي، وانت بتلعب النادي الاهلي كل يومين والتالت ماتش. تخيلوا حضراتكم، انا مش عايز اجيب لكم الجدول كده ما عدا طبعا الماتشات بتاعه المنتخب وماتشاتنا احنا في بطوله افريقيا، كل 3 ايام ماتش. يعني انا لو قريته هتعب مش هقراه. يعني هو الاهلي لما يعترض او بيقول ان الكلام ده يعني زايد عن الحد تقوم انت تعند ولاخر السنه تديني جدول اقصى منه؟ مين اللي بيقول كده يا جماعه؟ هو مين الجهبز اللي بيحط الجدول الدولي؟ مين؟ ومين بالطريقه دي؟ يعني انت هنقول لو ما لعبتش كوره، لو انت ما لعبتش كوره، لو انت موظف عادي، لو انت حسابات، لو انت اداري، استحاله تحط الجدول الدوري بالشكل ده، استحاله. نفس السيناريو اللي فات مش هو بقى، لا ده فعلا كربون لحد اخر سبتمبر. ده تدمير للحاله البدنيه للاعيبه النادي الاهلي. يعني مش كفايه ان احنا اصلا ما عندناش وقت لا الراجل يصحح اخطاء مستر موسيماني، ولا يبقى في استشفاء، ولا في راحات كافيه، ولا حتى ان واحد يعني لما واحد دلوقتي لا قدر الله يتصاب في اسبوع بيعدي منه 3 ماتشات. في اسبوع واحد يعدي منه 3 ماتشات. مش عايز اتكلم تاني، احنا دلوقتي المهم بنتكلم على ماتش الجونه النهارده ان شاء الله. طبعا الجونه منافس قوي النهارده، خصم قوي، يمكن بدا الموسم بدايه جيده جدا، حصلت له هزه بعد كده وبعدين ابتدى شويه يستعيد، ماتش يكسب ماتش يتعادل ماتش يخسر، ولكن هو النهارده عنده دوافع زي ما النادي الاهلي عنده دوافع، بس النادي الاهلي عنده الدوافع اكبر. وان شاء الله باذن الله التحدي النهارده مش يعني احنا كل مره بنقول نفس الكلام، تحدي الصعاب، تحدي ضغط المباريات، تحدي الاصابات، تحدي الغيابات، تحدي تعنت اللجنه الثلاثيه بتاعه اتحاد الكوره. ان شاء الله قادرين،
ولاعيبه النادي الاهلي اي حد يلعب قادرين باذن الله رب العالمين. ولكن انا عايز اقول حاجه، انا ما بلتمسش العذر، بس انا بقول لحضراتكم الواقع على الطبيعه، الواقع على الطبيعه. انا عن نفسي عايز كل ماتش النادي الاهلي يبقى اداؤه نتيجه، ولكن في الوضع ده صعب، صعب جدا. انا بقى كل اللي يهمني دلوقتي زي جمهور النادي الاهلي الثلاث نقط، والاهم عندي ان مفيش حد كمان يتصاب تاني، واللي اتصاب يرجع باذن الله رب العالمين. ده في ماتشات يا جماعه لو انتوا هتشوفوا بعد كده الجدول، هنطلع من الملعب بنلعب ماتش مثلا في اسكندريه، نرجع نروح المحله، نرجع مش عارف نطلع على المطار عشان نلعب في بطوله افريقيا. يعني مش كارثي، يعني لو في حاجه اكتر من كده كنت قلتها. ان شاء الله باذن الله النهارده، خلينا في ماتش النهارده باذن الله، كل التوفيق للنادي الاهلي، وباذن الله ان شاء الله الثلاث نقط للنادي الاهلي النهارده باذن الله. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل ضيوفنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن احمد بلال. ارجوكم انتظرونا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، نرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده كابتن علاء ميهوب. اهلا وسهلا بيك كابتن، منورنا. اهلا بيك يا كابتن. كابتن اسامه عرابي منورنا كابتن، اهلا وسهلا بيك. كابتن عادل عبد الرحمن، اهلا وسهلا بيك كابتن، منورنا. كل سنه وانت طيب. كابتن احمد بلال، اهلا بيك كابتن، منورنا كابتن، اهلا وسهلا بيك. كابتن علاء، مسلسل ضغط المباريات احنا لسه متهيألي طالعين امبارح ضغط الاستديوهات، لسه طالعين امبارح والنهارده يعني داخلين في مباراه جديده، موقعه جديده، وكمان يومين موقعة تانية. يعني ربنا يسهل ان شاء الله ونعدي ماتش النهارده ان شاء الله. شايف الكلام ده ازاي بقى بصراحه؟ يعني احنا بنطلع من الماتش نتكلم نخش على الماتش اللي بعده. خلاص بص يا ايمن، هو خلاص ممكن تقول ايه، هو قدرك كده بقى خلاص، ده كده لحد 30/9. ما انا عارف، هو قدرك كده خلاص ما فيهاش حل، وربنا يكون في عون اللعيبه فعلا بجد، مش اعذار ولا حاجه، عشان بس في بعض الناس فاكره ان الموضوع سهل جدا ان كل مين تلعب ماتش، دي لا، حاجه مش سهله بالمره. وزي ما قلت الاستوديو اللي فات وكلنا اتكلمنا، انك انت كمان مش اي فريق، انت فريق بتلعب على بطوله، فانت ما عندكش اختيارات، اختيارك الوحيد انك بتكسب، عشان كده كل فرقه بتلعب قدامك اقصى حاجه عندها. عشان كده بقول ربنا يكون في عون لعيبه النادي الاهلي، لكن الحمد لله ان لعيبتك مكمله والحمد لله معرفين موقفين وعارفين بيلعبوا على ايه بالظبط. وفي وسط الكلام ده خلي بالك انت هتلعب صن داونز كمان. دي حقيقه. دي حقيقه. رايك ايه في القرعه؟ انا عجبتني القرعه عامه، انا يعني انا من نوعيه الناس، وممكن ناس كتير قوي بتحب تلعب مع افريقيا السمراء شويه. يعني احنا بنعرف نلعب الفرق دي كويس قوي، مش عايز اصطدم بحد من الوقت من شمال افريقيا. يعني اتمنى ان شاء الله اصطدم بيهم في النهائي. النهائي ان شاء الله رب العالمين، لكن الفتره دي لا، انا عجبني صن داونز، يعني ان شاء الله ما فيش مشكله. اصل النهارده يعني هقول لك حاجه ايمن، والله بدون حاجه يعني خالص، انا النهارده ما كنتش مهتم بالقرعه قوي، لان انا ما عنديش مشكله، المشاكل عند الفرق الثانيه. يعني الفرق الثانيه هي اللي قلقانه تقابل النادي الاهلي، النادي الاهلي سيد افريقيا وتسع بطولات وان شاء الله تبقى 10، فالنادي الاهلي ما عندوش مشكله يقابل اي حد. انما كل المشاكل عند الفرق الثانيه، ان هو قلقان ان يقع مع النادي الاهلي في الوقت ده. فصن داونز هو اللي مع النادي الاهلي ان شاء الله. رب العالمين تعدي صن داونز وان شاء الله توصل للنهائي، انا شايف ما فيش مشكله. دي ثالث مره نقابلهم، كسبونا مره كسبناهم مره، وان شاء الله نكسب المره الثالثه دي ان شاء الله على خير يا رب. المره اللي فاتت كسبناهم وخدنا البطوله الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله يبقى فال حلو ان شاء الله باذن الله يا رب. كابتن اسامه، مواجهه جديده للنادي الاهلي لمواصله سلسله انتصارات واستعاده قمه الدوري مره اخرى ان شاء الله. طبعا ما فيش شك، موضوع ضغط المباريات خلاص قضيه المفروض بقى نعديها. يعني نادي الزمالك كمان امبارح اتعادل مع المقاولين العرب اللي هو المنافس التقليدي بتاعك نادي الزمالك، فدي فرصه كويسه النهارده انك لما تكسب. صحيح انت برضو لسه ليك ماتشين مؤجلين عن نادي الزمالك، ولكن هتخلي لو كسبت الماتشات المؤجله يبقى فرق خمس نقط، فدي كمان هتريحك في الجزئيه اللي انت بتتكلم عليها برضو بتاعت ضغط المباريات. كل ما انت هتلعب المباريات المؤجله وتكسبها ان شاء الله وتوسع الفارق، بتدي لك هدوء برضو احيانا كمدير فني ولعيبه وكده، انك ممكن في وقت تريح حد تعبان شويه حد، لكن لما هتتزنق في النقط وكده
هتضطر حتى لو واحد تعبان من الاساسيين صحيح. بتحاول تزق فيه عشان ما تخسرش اي بناط يعني. صحيح. ففرصه النهارده طبعا ماتش فرقه الجونه فرقه مش سهله، فرقه كويسه ابتدت الموسم كويس قوي، يمكن ادائهم تراجع شويه ولكن كسبوا المباراه قبل الاخيره، يمكن هم خرجوا في الكاس لكن يعني فرقه فيها تملك عناصر جيده والمباراه مش هتبقى سهله، لكن فرصه للنادي الاهلي انه زي ما قلت لك يقرب من اعتلاء القمه. ولكن اللي انا عايز اقوله رغم الظروف اللي هي المباريات المتتاليه والاجهاد في لعيبه في الملعب ما لعبتش كتير، لابد انها تأدي مردود احسن من كده ان شاء الله. يعني لما تتكلم على كهربا، لما تتكلم على بيكهام، لما تتكلم على ناصر ماهر دلوقتي هيلعب لما تقول التشكيل، يعني في بعض اللعيبه رامي ربيعه وسعد سمير، يعني في خمس ست لعيبه بيلعبوا مش مضغوطين قوي في الماتشات، مش زي ايمن اشرف ومعلول وبدر بنون والمجموعه اللي هي الاساسيه. فلابد ان يبذلوا اقصى جهد لان في ناس كانت بتشتكي ان هي ما بتاخدش فرص. فلما تلعب بقى الماتشات زي دي تزبط. لازم تبين يعني تبين شكل كويس ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن عادل، ماتش مهم للنادي الاهلي وماتش صعب جدا مع منافس قوي في ظروف صعبه. طب يا كابتن، انت سالت الكابتن علاء على القرعه بتاعت افريقيا وقال لك سان داونز، وانا احب ان انا اقابل سان داونز. عاوز اقول لك كلمه مهمه قوي. اتفضل. انا اخاف من اي فرقه هتلعبنا في الظروف اللي احنا فيها، ودي على مسؤوليه الكلام اللي بقوله لك. انت عندك هتقابل سان داونز بعد 9 مباريات في كل 3 ايام مباراه. صح. اجهاد ما بعده اجهاد. في حاجه تانية عايز اقولها لك. انت عارف ان سان داونز لعب قبلها الزمالك؟ الماتش اللي قبل سان داونز، قبل سان داونز 3 ايام الزمالك. مظبوط. الزمالك يعني مزبوط. يعني عايز اقول لك حاجه كده. اول حاجه لازم نتكلم فيها، احنا بنتكلم في كورونا، بتتكلم في حاجه نفسيه ما بين اللعيبه وما بين الكورونا والحاجات دي. واحد. اتنين، رمضان. صح. ودي صعب جدا انك انت في رمضان تاخد كم المباريات دي، اكسجين العضله كله بينتهي، وبالذات في العشر الاخير من رمضان كمان الجسم بينزل 50% من قوته على فكره، هيؤدي الى الاصابات. فانا اخاف من اي فرقه تلعبني، مش على مستوى، انا بتكلم على مستوى الاصابات. هو ايه الموضوع؟ هي النادي الاهلي هيلعب باسم مصر في افريقيا. صحيح. على فكره لازم الناس تفهم دي، يعني هم انا عاوز اعرف الجدول اللي اتحط ده 9 مباريات لغايه ازاي قبل ما لعب سان داونز، او 8 مباريات. خلي بالك المسلسل ده مستمر لحد سبتمبر. هقول لك حاجه يا كابتن، هو حاجه من الحاجتين، لا انت عايز توقع النادي الاهلي، انا بكلمك بجد، يا ما تعرفش، ما فيش مشكله انت عاوز توقعهم. الأسوأ كمان انك انت مش فاهم، مش فاهم يعني ايه لعيب كوره يلعب 10 مباريات ورا بعض، انت مش فاهم يعني ايه كل 3 ايام مباراه، بأخص احنا مش دوري انجليزي، الناس الانجليزي اتعودوا على الدوريات والاسبوع الانجليزي متعودين عليه بقالهم 50 سنة بيلعبوا كوره، لكن انت بتتكلم على اسم مصر، انت بتلعب بافريقيا دي، انت لما تكسب بطوله افريقيا انت الممثل الوحيد لافريقيا لمصر في افريقيا، يعني انت لو كسبت بطوله افريقيا مش بطوله للنادي الاهلي، دي بطوله لمصر، ولما النادي الاهلي بيروح يلعب في بطوله العالم فده لمصر. عشان كده بقول لك في صعوبه جدا على النادي الاهلي، عشان كده اللي بقول لك اي خصم هيجي يلعبك في الظروف اللي انت فيها الله يكون في عوننا يعني. صحيح. علشان كده بقول لك هيوصلوك لدرجه انك انت هتعمل ايه يعني، هتلعب على الناحيتين ازاي، صعب جدا، صعب قوي. والصراحه المفترض ان لازم يظبطوا للنادي الاهلي، بمعنى عشان بيلعب باسم مصر اخر مباراتين قبل مباراه سان داونز. كابتن بلال، يمكن النادي الاهلي بيواصل تحدي ضغط مباريات، اصابات، غيابات، تعنت من اتحاد الكره، ولكن قادر ان شاء الله على الحسم النهارده زي ما حسمها الماتشين اللي فاتوا. طبيعي جدا، يعني اتفق مع الكباتن في اللي قالوه عن اتحاد الكره وجدول المباريات. النادي الاهلي ما اعرفش هل في اتفاقيه
انك انت تعمل كده مع النادي الاهلي، يعني كل 48 ساعه مباراه، يعني انت ما بتلحقش كمان تعمل استشفاء. يعني لولا ان في مثلا 6-7 لعيبه النهارده متغيرين كان ممكن يحصل فيه بعض الاصابات النهارده. اه كابتن، احنا نفسنا ده خلي بالك في حاجه كمان عايز اقولها، الاستوديو ما لحقش. انت كمدير فني ما بتلحقش تصحح اخطاء. تصحيح يا كابتن، مفيش صحيح كابتن حارق. انت انا هقول لك بس على حاجه، معلومه مهمه جدا. انت بتلعب النهارده، هتلعب في القاهره، هتطلع تلعب محل بره محله، وبعد كده ترجع تروح اسكندريه، بعد كده المصري بورسعيد، الاتحاد السكندري، صح كده؟ يعني كلها سفريات. مش موضوع انك هتلحق انك تغير او تعدل او تصحح للاخطاء اللي كانت موجوده، لا، انت يا دوب بتيجي من سفر على سفر، صحيح، من مباراه على مباراه. انت النهارده المدير الفني ممكن يبقى لعيب انت محتاجه في الملعب، ما تلاقيهوش، صحيح، يعني واكتر من لعيب. الكلام ده النادي الاهلي النهارده بيعاني معاناه شديده جدا جدا جدا، وفي الاخر انت مطالب في افريقيا ان انت تعدي، ومطالب ان انت تكسب، ومطالب ان انت تعمل مباراه جامده جدا، ومطالب ان انت تتاهل، لانك انت الممثل الوحيد في افريقيا. فالنهارده لازم يكون في بعض من العداله من اتحاد الكره في تقسيمه وتوزيع جدول المباريات. صعب جدا جدا جدا، مفيش فرقه في العالم تتحمل الجدول ده. الدوري الانجليزي هو يا كابتن في فتره صغيره اللي هي شهر 12 على البوكسنج دايز، ده اللي بتلعب فيه اللي هو كل 48 ساعه مباراه، يعني لمده شهر، هو شهر 12. لكن بقيه الموسم يا كابتن تلعب 9 ايام بس على فكره، يعني هو شهر 12 ماشي، اي كان، يعني بتلعب 5-6 مباريات، ولكن في فتره محدده. لكن عشان تلعب النهارده من 1/4 لحد 30/9 كل 48 ساعه ماتش، استحاله. هتجيب منين؟ هتجيب قوه؟ ده انت لو مكنه المفروض في صيانه. استحاله. صحيح. فانت اللي بيحصل ده زي ما قال الكابتن عادل، يعني يا انت قاصد توقع، يا انت مش فاهم حاجه من الاثنين، يا انت قاصد توقع النادي الاهلي، انت مش فاهم. صحيح. لكن انت عشان انت كنادي اهلي تخرج زي ما قال الكابتن عادل ايوب من مباراه الزمالك، تمام، الديربي، على مباراه سان داونز، فرقه كبيره. صحيح. وفرقه مريحه وهتجي لك مريحه وما عندهاش مشاكل ومفيش صيام ومفيش مفيش مفيش مفيش، عشان تلعب مباراه زي كده في بطوله دوري الابطال في الدور الثمانيه، اعتقد الامر صعب جدا عندنا. ولكن انت خلاص، انت كنادي اهلي بتلعب على كل البطولات اللي انت بتشترك فيها، مطالب ان انت تاخد كل البطولات. فالنهارده موسيماني يمكن مغير في التشكيل شويه، او في 6-7 لعيبه زي ما قالوا الكباتن ما عندهمش، ما بيمروش بحاله من الحالات الاجهاديه اللي عليها بقيه اللعيبه. فانا اعتقد مع التغييرات دي الاهلي يقدر يواصل ان شاء الله. صعب، في صعوبه كبيره جدا، ولكن الاهلي يقدر يواصل. في تحدي، ولكن الاهلي يقدر يواصل. كل المباريات ما فيش مباراه صعبه سهله على النادي الاهلي، لان كل فرقه بتلعب النادي الاهلي هي مباراه صعبه جدا جدا، لان كل فرقه بتلعب النادي بيبقى عندها تحديات كبيره جدا. مظبوط يا كابتن. طيب هنروح لفاصل ونرجع مره ثانيه لحضراتكم مع نجومنا الكبار، ونتكلم بقى عن تشكيل فريقين وطريقه اللعب. ارجوكم انتظرونا. يلتقي فريق الأهلي مع الجونة في 9:30 مساء الليلة على استاد الأهلي ويا سلام في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. ويتطلع المارد الأحمر خلال مباراة الليلة لحسم 3 نقاط بحثا عن مواصلة سلسلة الانتصارات واستعادة صدارة الدوري التي يتربع عليها الزمالك حاليا. ويدخل الأهلي لقاء اليوم وفي جعبته 36 نقطة، يحتل بهم المركز الثاني بجدول الدوري، بينما يتواجد الجونة في المركز التاسع بجدول المسابقة برصيد 24 نقطة. واكتفى الأهلي بخوض مران وحيد قبل مواجهة الجونة، حيث فضل الجهاز الفني منح لاعبيه راحة سلبية يوم الأربعاء الماضي خشية تعرضهم للإرهاق بسبب ضغط المباريات الشديد وخوض مباراة كل 72 ساعة، لا سيما أنه مقدم على مواجهات صعبة بالدوري ودوري أبطال إفريقيا. وطالب موسيماني لاعبيه بضرورة التركيز على إنهاء المباراة مبكرة وعدم إهدار الفرص أمام المرمى، والتركيز الشديد على غلق المساحات وعدم ترك الحرية للمنافس في الوصول إلى مرمى الأهلي. واعتمد موسيماني خلال التدريب الأخير على الكرات الطولية في تحضير الهجمات من الخلف، كما كان الحال في مباراته ضد سموحة وإمبي والمصري. في ظل حالة الإرهاق التي يعاني منها لاعبو الفريق الأحمر، ولسرعة نقل الكرة للأمام للتعامل مع ضغط المباريات والإجهاد الذي ضرب صفوف الأهلي. على الجانب الآخر، استعد فريق الجونة جيدا لمباراته ضد الأهلي طمعا في تحقيق نتيجة إيجابية
من خلال استغلال حالة الإجهاد العام التي تضرب لاعبي الأهلي بسبب ضغط المباريات والضغط العالي على لاعبي الأهلي لمنعهم من التحضير أو إرسال الكرات الطولية للأمام والتي يلجأ إليها الأحمر كثيراً في نقل الكرة للخط الأمامي. وحفز رضا شحاتة المدير الفني للجونة لاعبيه على بذل أقصى جهد وطلبهم بالتركيز الشديد والانتشار الجيد داخل الملعب وحذرهم من الدفاع المتقدم في ظل اعتماد الأهلي على الكرات السريعة لضرب منافسيه مع وجود أكثر من لاعب يجيد تنفيذها بالأهلي مثل محمد شريف وحسين الشحات وأفشا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن علاء معانا تشكيل النادي الاهلي، ويمكن شفنا الماتش اللي فات ان مستر موسيماني غير بعض الشيء في اسلوب اللعب، يمكن ساب الاستحواذ والسيطره للنادي المصري في بعض فترات المباراه وابتدى يلعب هو على المساحات والهجمات المرتده وقدر يحسمها عن طريق محمد شريف، وطلعنا بالهدف المنشود اللي هو تاخد الثلاث نقاط. هي دي كانت حاجه غريبه، لكن هو يمكن ممكن يكون درس فريق مصر كويس قوي وساب الاستحواذ الاستحواذ ده انت لو هتضغط على المصري، هو برضو خد بالك دايما نقطه الاجهاد احنا بنتكلم فيها دي هو بيفكر فيها كويس جدا. مزبوط. هو ساب له الاستحواذ وساب نص الملعب، هو مش عايز يجري مساحات كتيره. صح. وساب حته المساحات لمحمد شريف وهو بيعملها كويس جدا واشتغل على النقطه دي واتعملت بامتياز. صحيح. يعني انا ما يهمنيش الاستحواذ في الاخر، ماشي استحواذ اتفضل استحواذ، بس انا بلعب على نقطه معينه. ما اعتقدش النهارده هيبقى نفس الاسلوب مع الجونه، لكن هو مع المصري ممكن يغير اسلوبه شويه. وانت مضطر في حاجات كتير قوي انت بتعملها كمدير فني في الفتره المضغوطه دي، انت غصب عنك هتعملها، مضطر تعملها حتى لو هتغير شكل ادائك او طريقه لعبك. ممكن تسيب الاستحواذ لاي فريق وتستنى في نص الملعب وتلعب على المساحات عشان انت عايز تكسب مباريات بسرعه ومن غير جري كتير، انت محتاج دي. لكن بتسيب المساحات اللي هو عنده الحته دي لمحمد شريف. النهارده ما اعتقدش هيعمل كده. النهارده انت قلت تشكيل ولا قلته قبل كده بس ما قدام حضرتك. طيب التشكيل النهارده انا عاجبني التشكيل ده، يعني الشكل العام للفريق ده يعني ال10 موجودين في الملعب ما فيهمش حد مضغوط، ما فيهمش حد مجهد من المباريات الكتير، بالعكس الناس كلها بتلعب مباريات عايز تثبت نفسها. احمد نبيل، رامي، سعد، احمد رمضان، ديانجو، اكرم توفيق، كهربا، وناصر. النهارده عاجبني جدا ان هو بدا بناصر ياخد فرصه كويسه. ناصر من اللعيبه الممتازه والمهمه جدا اللي ممكن الفتره دي تستفاد برجوعه كمان ياخد مشوار كتير. ناصر مهم جدا في الحته دي. حسين الشحات ومحمد شريف، يعني بص يا امل الفريق قدامك مفيش حته الضغط المباريات كتير. عشان كده انا النهارده متوقع ان هتلاقي فريق فايق شويه مفيش تعب. بتمنى النهارده كل التوفيق لناصر، ان هيفرق زي ما بقول لك. ناصر موجود، عجبني احمد نبيل مباراه عن مباراه بيزيد. المباراه السابقه كان نسيت اتكلم عنه ان هو كان من احسن اللعيبه موجوده في المباراه السابقه. رامي وسعد خلاص بداوا يتعودوا على اللعب جنب بعض، وسعد سمير حمدي الله السلامه يا سعد بعد فتره طويله دي. ما فيش مشكله خالص في الفريق الموجود. بتمنى بس النهارده ان شاء الله يخلصوا المباراه بسرعه ما نخشش في كميات مجهود كتيره بس باذن الله رب العالمين ان شاء الله. كابتن اسامه، يمكن التغييرات محدوده جدا النهارده في فريق النادي الاهلي. يمكن اكرم توفيق جنب اليو ديانج النهارده مريح عمرو السوليه، وشفنا ناصر ماهر مكان محمد مجدي عفشه. ما هو واضح ان زي ما قلنا اللعيبه اللي هي بتلعب عدد كبير من المباريات او لعبت عدد كبير من المباريات هو بيحاول يدور فيهم عشان ما يحصلش اصابات. يعني في فتره شفنا ايمن اشرف لما لعب كتير قوي 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 جاله اجهاد. علي معلول نفس الشيء. فهو واضح انه الفتره الاخيره برده السوليه بيلعب كتير قوي. ديانج كان قاعد اكتر من مباراه، فديانج مكان السوليه دي حاجه كويسه انه بيريح السوليه شويه. وديانج كنا احنا كلنا بنطالب بيه الماتش اللي فات لما نزل الشوط الثاني. يعني الشوط اللي لعب 45 دقيقه بس، لكنه كان من نجوم المباراه اللي عدلت وسط الملعب فكان مهم. وناصر مهم برده ان قفشه بيلعب كتير فيرجع يأدي بشكل كويس وطاقه جديده بدنيا مش مجهد يعني يقدر يأدي كويس. هي المشكله كلها انه لازم كهربا وحسين الشحات دورهم يبقى اكبر من كده في المسانده الدفاعيه والناحيه الهجوميه كمان. هي. لازم يبقى اكبر من كده. النهارده اعتقد بس سريعا على الجونه، اعتقد انه يلعب بثلاثه ورا الجزار ونجيب ولؤي، لان النادي الاهلي في الماتشات الاخيره بيعتمد على الكرات الطوليه
عشان يعتمد على سرعه محمد شريف وجاب فيها اكتر من جون. فممكن يكون رضا شحاته فكر ان يلعب بثلاثه في العمق عشان يقضي شويه على الكور الطوليه اللي بتتعمل اللي شفنا بيها اهداف للنادي الاهلي الماتشات اللي فاتت. كابتن عادل في ضوء تشكيل الفرقتين سريعا السيناريو المحتمل للشوط الاولاني. يعني هو المفترض ان النادي الاهلي هيستثمر حته ان هو بيلعب باقل مجهود، ويمكن اتكلمتوا فيها دي كويس قوي، انه علشان الاجهاد ما بيخليش فيه جري كتير الكره اللي بتشتغل، علشان كده اضطريت ان انت تشتغل طولي شويه كتير قوي المباراه اللي فاتت ويمكن نجحت فيها. المباراه بتاعت النهارده اكيد يعني الجون عارف ان النادي الاهلي بيلعب الطويل في الفتره ديت، فهي هيلعب بالثلاثه اللي زي ما الكابتن اسامه قال عليه، محمد نجيب ولؤي ومحمود الجزار، ويلعب ستة. انا رايي اللي هيلعب ستة في وسط الملعب اللي هو شريف، وهيلعب نور السيد وسيرجي اكا ومحمد يكن واحمد عامر والشبراوي وادريس اللي هو اللي هيبقى راس حربه. ولكن في الاخر عايز اقوله لك انه كل ما النادي الاهلي الفتره اللي فاتت دي بيحرز اهداف بدري ما بيضيعش جوان، بيحصل السيناريو الثاني للفرقه الثانيه بتتلخبط فبتفتح لك فبتقدر تلعب. فالنهارده ان شاء الله اتمنى ان النادي الاهلي يستثمر اول 10 دقائق ويحرز هدف، ولو احرز هدف هيشتغل على السيناريو الثاني انه ممكن يعمل بقى الحته اللي هي المرتده زي ما عملها في مباراه المصري. كابتن بلال هنشوف مباراه مفتوحه من فرقتين ولا هيبقى فيه مباراه تكتيكيه وممكن رضا شحاته ما يغامرش من البدايه ويلعب في نص ملعبه؟ لا اعتقد رضا ممكن ما يغامرش من البدايه، لانه ممكن يشتغل على حته الاجهاد بتاعه لعيبه النادي الاهلي. هو عارف طبعا النادي الاهلي بيلعب كل 48 ساعه مباراه، فبالتالي هو ممكن يعني يقفل الشوط الثاني بشكل جيد، مش عايز يخلي النادي الاهلي يسجل اهداف في الشوط الاول، عايز يروح بالمباراه لحد الشوط الثاني ويبقى يستغل عامل الايجاد بالنسبه للنادي الاهلي. ولكن النادي الاهلي النهارده عنده فرصه كبيره، والمهاجمين عندهم فرصه كبيره. انت بتتكلم على عمق الدفاع بتاع الجونه، اثنين يعني حركتهم بطيئه شويه، لؤي وائل ومحمد نجيب الاثنين عندهم بطء. استغلال سرعه كهربا مع حسين الشحات ومحمد شريف هتفيد النادي الاهلي بشكل جيد جدا. الربط مع ناصر ماهر النهارده اتمنى له التوفيق طبعا ويدخل بشكل جيد. الربط مع ناصر ماهر مع الثلاثه اللي موجودين قدام في حته الكرات الطوليه السريعه هيفيد النادي الاهلي بشكل جيد جدا. لو قدرنا نستغلها اعتقد الاهلي ممكن يوصل للمرمى بشكل كبير. النادي الاهلي هيلعب ضاغط من البدايه كالعاده، ده لازم يلعب ضاغط من البدايه باذن الله. ايمن سريعا بس على الحته اللي بلال قالها بتاعت لؤي ومحمد نجيب، عندهم فعلا بطء كبير، والنادي الاهلي بقول لك بيعتمد على سرعه محمد شريف، عشان كده اتوقع ان الجزار زي ما عادل قال وعلاء انه هيدخل الجزار معاهم عشان سرعه محمد شريف. محمد نجيب الليبرو باذن الله ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله، تحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الاول، ارجوكم انتظرونا.